ضد الناس. ولما نسعد الصغيرين طبعا الاهل بيبقوا مبسوطين جدا جدا. فاحنا بنسعد الناس سواء صغيرين او كبار، وما عندناش اي مشكله ان احنا نعمل اي نوع من الانترتينمنت والحاله، ونخلي الاطفال يغنوا لان ده بيسعد اهلهم ويسعدهم ويخليهم في طاقه ايجابيه، ويعرفوا ان في كلام احلى من اللي هم بيسمعوه زي يا ابويا مصر ولا بنات كتير ولا وده مين الحاجه الحلوه اللي عملناه النهارده. بنأسس لحاجه اسمها الحل هو الطفل، وده مهرجان احنا عاملينه. انا واعوذ بالله من كلمه انا والاستاذ سامح عبد الحميد والبشمهندسه هبه محروس، احنا هنعمل تسابق للاطفال وفي الاخر هنطلع مين اللي بيغني مركز اول مركز ثاني مركز ثالث، مين اللي بيعزف كمانجا اورج جيتار. وان شاء الله السنه الجايه هيبقى المهرجان اقوى كتير باتحادنا مع مؤسسه كبيره زي الاهرام، وان شاء الله هيبقى المهرجان اقوى من بتاع السنه دي باذنك يا رب.